كل امرأة طبيعية وأنثى طبيعية بتحتاج إلى قوامة الرجل السوي، الرجل السند المسؤول اللي تحس معاه بالثقة والأمان وراحة البال والسكينة والمودة والرحمة اللي ربنا أمرنا بيهم. بتبقى نايمة كده وحاسة بالأمان، بتبقى حاسة إن هي مسؤولة مني، في حد بيحتويها. دي غريزة ربنا بيخلقها جواها أي امرأة طبيعية، شيء رباني ربنا خلقها بيه. طب ايه قصة بقى الاندبندد السترونج وومن دي؟ قصة لو الواحدة عاوزة تدعو لانها معتمدة على نفسها وانسانة بتدعو للحرية والاستقرار والاستقلال لنفسها بدون اي داعي كده، وبيجي لها فرص كويسة انها تعيش الحياة الطبيعية اللي ربنا خلقنا عشانها، دي انسانة مش طبيعية، دي مريضة نفسيا لازم تتعالج نفسي. زي الرجل برضو اللي يقول انا مش هتجوز، انا عايش حياتي، انا مش هتجوز واحده تنكد عليا وتجيب لي اطفال بقى يقعدوا اجري وابقى مسؤول، ودي برضو مش طبيعه، لازم يتعالج. ربنا خلقنا نكون سكن لبعض ونكون موده ورحمه وسكينه ونطبطب على بعض ونخفف عن بعض، دي طبيعه ربنا في كونه وفي خلقه. اما اذا انت كنتي في علاقه وحصل مشاكل في العلاقة دي، دخلت الأنانية، دخلت المصالح، دخل النفاق، انجرحتي، اتظلمتي لأي سبب من الأسباب، يعني بتحصل، هي بتبقى في الأول بتوافق وفي روعة البدايات وبعد كده بنكتشف بقى 1, 2, 3 reasons، أي حاجة تحصل، مشكلة، ظلم معين، قررتي تسيب العلاقة دي. لو كان في 1,000,000 حب هتضطري تسيبي بلا تردد، هتتركي الشيء بلا تردد وبلا رجعة، هتضطري تعيشي الاندبندد والسترونج وومن غصب عنك مش باختيارك. انت كده تشكري قوي وربنا يعينك على اللي انت فيه، يعني انت انسانة كنتي طالبة الحاجة اللي ربنا خلقنا عشانها وعندك الطبيعة الانثوية الصحيحة، ولكن اتحطيتي تحت ضغط وظروف اضطروكي لانك تعيشي كده، كتر خيرك. ولازم المجتمع يقدر كل واحدة بتعيش الحياة دي غصب عنها.